شيرني بيوتي تهز السوشيال ميديا بأقوى أغنية باليوتيوب. طبعا لازم نسلك على مدمنة كل ديسلايك. الأغنية نزلت بعنوان يلا بينا. طبعا ما أدري اليوتيوبر شنو قصتهم وهي العناوين الغريبة. امشي رايدر نزل كليب بعنوان امشي وشيرني بيوتي حاليا تنزل يلا بينا. على كل يلا بينا نسمع الأغنية. لا 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 قلبي ده عالي المزيكا ما تقلي لا اطلع على الستيج يمين يسار سوا تنغني جو دمار احم اش منتظرين؟ قول رأيك الحقيقي. الأغنية تجنن. رأيك الحقيقي. الصراحة شيريني بيوتي صوتها أبد ما حلو، أتوقع كان المفروض يشتغلون بشكل أكبر، والكلمات أبد مو مفهومة يعني صراحة، أو يمكن أنا مفتهمتها. أنا حمار. وطبعا بالنسبة لرقص بالفيديو كليب، يعني اللهوية من داخل، أحب الدين وتدينة جدا. الرأسة تعلموها. يا حبيبي فوق كل شي تطلع الأغنية أساسا مسروقة من أغنية بلاك بينك. الأغنية مالتهم صار نازلة سنة كاملة. راح أعطيكم هذه اللقطة اللي حابب تركزوا بيها اسمعوها زين. الرأسة تعلموها. وحاليا اسمعوا أغنية بلاك بينك ركزوا بيها. ابدا ماكو تشابه. احكي اكتبوا لنا بالكومنتات هل لاحظتوا هذا الشيء او لا. وطلع حتى التصوير نوعا ما مشابه واكو تقليد نوعا ما. يلا هوب هوب جام جام خطوه قدام بعدها على جنب بيدك اليمين فوق وتحت بعد ابرم بدا وقت اللعب. نارين بيوتي تنورنا يا حبايب. اكيد طبعا تنور المشاهدات. صراحه ما ادري شنو دور نارين بيوتي اللي هي مدى تغني، يمكن دورها مشاهدات او انها ترقص. انا رقاصه لا حد ياخذ الموضوع شخصي، ترى مزح. وقت اللعب عارفة اني شطورة حلوة وأمورة. واو كنت قبيحا والآن صرت أقبح. اوكي للصراحة المونتاج والتصوير كل شيء ناري صراحة، حتى ينافس يعني كليب بلاك بينك اللي سووه. من الواضح مشغول متعوب عليه كلش، ولكن شيرين بيوتي حصوتها شوية مو كلش متعوب عليه، كان المفروض يتعبون بشكل أكبر. طبعا بخلاف الكتابة الكاتبية هنا اللي انقرضت من زمن جدي هذا النوع من الكتابة. عاكم الصراحة الأغنية خلصت والأغنية كلش رهيب وجدا استمتعت بها. انطيت تقييم 7/10 يعني صراحة، بس مشكلة صوت شيرين شوية، ولكن كيف فيديو كليب كلش نار. راح أحطكم رابط الوصف، أتمنى بكل يروح شوفوا يا حبايبي بفجر الكليب. وبس كان لكم فهد زي ما قالت من القصص، راح يديكم مقطع ثالث اليوم بفجر هذا المقطع باللايكات. لحد ياخذ الموضوع شخصي ويحط لي ديسلايك بحط لايكات. وبس كان لكم فهد زين، مع السلامة.